الموقف القانوني. أكثر من قضية اترفعت، القضية هي محاولة لطرح الموضوع على المحكمة وإثارة الجدل القانوني والدستوري حوالين الأمر، لكن التراجع عن بيع الجزيرتين هو رهن بإرادة الشعب المصري والشارع المصري. القضية يوم 17/5 في مجلس الدولة الدائرة الأولى أفراد، ومن حق كل المواطنين المصريين إن هم يحضروها. دوت رقم واحد. رقم اتنين، أنا ما دعيتش للتظاهرة، ولا أملك إن أقول للناس اقعدوا، ولا أملك إن أقول للناس امشوا، لكن تسمحوا لي أقول وجهة نظري بعد إذنكم. أنا وجهة نظري إن إحنا ندعو ليوم 25 إبريل هنا عيد تحرير سينا، اللي مات في سنافير وتيران أجدادنا وأبطالنا واللي ضحى، وإن إحنا دعينا الناس إنها تيجي. في آلاف زينا كان نفسها تيجي وخايفة يحصل مواجهات، فإحنا النهاردة لما بنفض بإرادتنا وبندعو ليوم 25 الناس هتتشجع. أنا مش عايز أمشي ويقولوا إن خالد علي ساب الناس ومشي بالرغم إن أنا ما دعيتش، لكن أنا بعد إذنكم هضطر أمشي عشان أروح لأولادي، وبدعوكم إن أنتوا تسمعوا وجهة نظر اللي عايز ياخد بيها أهلا وسهلا، اللي مش عايز هو حر. أنا ما أقدرش أفرض كلامي على حد. إحنا هنتجمع هنا من كل أنحاء الجمهورية يوم 25 إبريل عيد تحرير سيناء، وبندعو إن إحنا نتحرك، وإحنا بإرادتنا اللي جينا، واحنا اللي بارادتنا بنفض. بلادي 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 لا في حبي واخوادي، بلادي 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 لا في حبي واخوادي. مصر يا ام البلاد، انت رايتي والمراد، وعلى كل العباد كم لي من ايادي.